السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده موقع ممتاز جدا في تصميم الواجهة بتاعة التطبيق بتاعك أو الموقع بتاعك، بيديك تصميمات جميلة جدا متناسقة في الألوان، مش زحمة زي ما نشوف مع بعض. وفي مواقع كبيرة مشهورة اشتغلت عليه، تلاقي سهل جدا يعني بسهولة تقدر إن أنت تحط صورة من عندك من على الموقع، ترفع أي صورة ينسق لك ينصحك في الألوان، تحط أشكال زراير، يعمل لك تنسيق بين الأيقونات. في حاجات كتير جدا بالذكاء الصناعي، يقدر يكتب لك محتوى مثلا بالذكاء الاصطناعي. لو في أي تطبيق ممكن يروح يحمل لك الشكل بتاعه وببساطة يحسن الشكل والألوان والتنظيم. فممكن تدرس الموقع يفتحه لك وتقدر إن أنت تخصص الشكل بتاعه بسهولة. زائد ان بيدعم فكرة ان اكتر من حد يبقى شغال في نفس الوقت من اكتر من جهاز، ممكن من اكتر من دولة. هو حاطط مقارنات بينه وبين تطبيقات مختلفة بتعمل نفس الحاجة. طيب خلينا نعمل حساب كده ونبدأ. هو لما ببدأ بيسألني انت عايزه عشان شغل ولا عشان حاجات شخصية ولا حاجات تعليمية؟ طب انت سمعت عننا منين؟ طب انت عايز تعمل ايه؟ حاجة ديزاين هاي فاي موك اب ولا كرييت بيزك واير فريم؟ مجرد بس اماكن الحاجات هتبقى محطوطة ازاي، ولا ستارت فروم سكراتش؟ طبعا ستارت فروم سكراتش يعني مش هي دي الصح، يعني ممكن تختار اول واحدة عشان يسهل عليك. فبيقول لك انت عايز تنظم انهي شكل، حاجات خاصة بالويب ولا حاجات خاصة بالموبايل؟ ولو خاصة بالويب او الموبايل، هل انت بتدور على بروجكت مانجمنت ولا ايه؟ ليرنينج بلاتفورم، هيعمل لك كذا صفحة بتنسيقات قريبة من بعض وينظمهم لك الألوان وينظم لك الشكل، ولا بيزنس سيرفيس ويب سايت. طيب خلينا ناخد ايه ليرنينج، يبدأ بقى يحمل الصفحة. فبيقول لي خلاص هو عمل لك الصفحات، طبعا هي مش ثابتة، انت تقدر تعدل فيها زي ما انت عايز. هو بيقول لك تحب اشرح لك كل حاجة ولا I will explore myself، انت هتفتش بنفسي. فبيقول لي انت تقدر تضيف سكرين جديدة فاضية او من التمبليت او من السكرين شوت. سكرين شوت يعني تاخد لقطة من موقع وتبدأ ان انت تشتغل عليها. هو يبدأ يديك العناصر كلها، بيبدأ ان هو يكشفها ويبدأ ان هو يحدد لك العناصر اللي انت تقدر تعدل عليها. يعني ممكن تقول له سكرين او تمبليت او صفحة فاضية وتبدأ تشتغل عليها. اهي ده كل ده تقدر تضيف مثلا حاجة خاصة بالبرودكت ليستنج او الهوم، او عايز تضيف مثلا حاجة اباوت اس مثلا. تمام، فاباوت اس هو بيقترح عليك شكل جميل وليك حق ان انت تعدل فيه زي ما انت عايز. الموقع بتاعك يبقى هادي ورايق، مش زي الموقع اللي احنا بنشوفها 600 حاجة في نفس اللحظة. اباوت اس اهي. طيب اور تيم، هل انت عايز اور تيم ولا لا؟ تقدر تعمل سيلكت تعمل دي ابوت اس اهي، اضافت لي الصفحات التانية، وتقدر ان انت تعمل زوم عشان تشوفهم كلهم بالشكل ده. وتقدر ان انت تختار تكست او تقدر تضيف اي عنصر انت عايزه، مجرد ان انت تبدأ ان انت تختاره ويبدأ ان هو يضيف معاك مثلا بالشكل ده. عايز تضيف حاجة بتدوس عليها وبعد كده تشوف انت عايز تحطها فين. ممكن تقول له هنا مثلا فول نيم، ممكن مثلا تدوس هنا وتبدأ تكتب الاسم اللي انت عايزه. تقدر تعمل التنسيق اللي انت عايزه، تقدر ان انت تقول له اوتو فول نيم. ولو عندك حاجة ممكن تاخدها كوبي وتحط لها البيست هنا وهنا ال AI. فممكن تقول له تكست تو ديزاين، يعني أول ما تكتب تكست هو يحول لك للديزاين على طول، زي فكرة إن أنت تكتب تكست تحول صورة يعني يعمل لك الديزاين كله. سكرين شوت تو ديزاين يعني هات صورة من أي موقع يعجبك هو خليك تبدأ تشتغل عليها. سكتش تو ديزاين تبدأ تشخبط، وهو شخبطة حضرتك تخطيط لمستقبل البلد، تلاقي التصميم بقى موجود. تمام، ممكن تعمل بالورقة والقلم عادي.
ماجيك كونتنت، يبدأ تكتب حاجة وهو يبدأ يكتب لك المحتوى كامل. امش تو زيم، معاك اي صورة يبدأ هو يعملها لك الستايل بتاع الموقع بتاعك. يو ار ال تو زيم، انت تديله بس الموقع وهو يبدأ يديك تصميم جاهز تبدأ انت تشتغل، يعني تقول له مثلا فيسبوك يجيب لك كل التصميم بقى جاهز معاك، فيوفر عليك وقت كتير اكتر. ده الجزء بتاع الديزاين. هنا البروتوتايب اهوت، ممكن تربطه مثلا، يعني تقول له مثلا لما تدوس على دي يبدأ ان هو ايه يفتح الصفحة التانية ديت. بحيث ان هو يبدأ ان هو يوصلهم كل الحاجات التانية. فالموقع هيوفر عليك وقت كتير قوي ويخليك تصمم حاجة بشكل كويس. وده صفحة ال CSS او البرمجة بتاعت التصميم دوت، بحيث ان انت تقدر تاخده وتبدأ ان انت تشغل. عايز تجرب بقى الموقع قول له وريني بريفيو للموقع. فيبدأ يوريك الصفحة الأولى الصفحة الثانية وهكذا.